ليش؟ يا هذا من هو سراه؟ هذا من هو؟ والله العظيم مو قلت لك سراه بيتنا مسكون. سراه 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 والله العظيم سمعت صوت بالبيت. البس حجابك سراسي، والله شفت احد بالبيت والله العظيم. شنو علي شال السوالف يا احد؟ تعال والله والله شوف البس الحجاب البس، والله شفت واحد بالبيت سرا اصوات بالبالكونه. تعال وراي تعال. اجلي والله يخليك والله صوت والله والله صوت صرا دقيقه بس شو والله سمعت اصوات بالبالكونه والله العظيم. يا بهدول القهوه الجوال والله سمعت اصوات. شوف شوف البرده تتحرك والله العظيم. البرده والله معود جوانا علي. لا والله سرا مستحيل والله العظيم والله. خلينا نشوف البالكونه. بس هذا هو ليش دا يصور؟ دا ابدي المقدمه مال مريم، دا ابدي المقدمه مال. يعني والله والله سرا والله سمعت اصوات بالبالكونه والله سمعت بعضه والله بيشتغل الضوء بالبالكونه والله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. صح هذول القهوه جوانا مسوين حفله. شكرا الله يخليك والله العظيم. شكرا حبيبتي. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق. خاف زلزال زلزال زلزال. بدلوا بدلوا اطلع 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 وخري. على كيفك على كيفك. يلا عسر عسر هنا انا ردي. وين تطلع هسه تريد تاخذنا بهالشكولات هاي؟ اخاف هوا اخاف هوا. يجوز هذا هوا قوي سرى لو زلزال والله مو لا والله. شلون شلون تحركت شلون تحركت الصوره؟ هاي ما ادري كم مزوف يعني شفك ماكو شيء صلي عني. تعال بدا نشوف. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. سرا والله بعدها قاعد تتحرك والله العظيم قاعد تتحرك بعدها لحد الان بعدها تتحرك. لا اله افتح افتح الباب افتح الباب. ليش افتحها؟ يمكن هاي هزه يمكن هاي هزه. بس اصبر يمكن هاي هزه. يمكن لا من طبقت الباب تحركت. بس اصبروا لي الله يخليكم. هاي من يدق الباب علي؟ لا تفتح تفتح تفتح. اخت لي بغرفة مريم اخت لي بغرفة مريم اخت لي بغرفة مريم. الباب ده تندق الباب ده تندق. لا لا اخت حضني مريم احضني مريم. بس قلت لي حد يسمع انا ها شباب هالما الضوء ما يشتغل والله الضوء ما يشتغل. صبر يلا علي ما طول التلفون رحت تصوير خاف اكو احد. منو؟ قول منو؟ كيمو بنت ماكو احد. يا يما ظلمة تعال طبيعي. ما يشتغل ما يشتغل. ظلمة دطاب. انت شكو فتحت الباب ده نقول ماكو. بعد ما بدك تتحرك سرعة. يا كم 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 علي خلينا نطلع. هذا هو يجوز عاصفة برا يجوز عاصفة. علي خلينا نطلع من البيت. بدل المريم بدل المريم بدلوا 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 بدلوا. البدلوا بدوا على السريع. بسم الله الرحمن. لا تطلعون من الغرفة راح اسد الباب علينا ونبقى بالغرفة. يلا ابقوا هنا انا ابقوا بالغرفة. وين هاي مالتي تبقى مصورني؟ بس حذاء بس حذاء البسي واطلعي بس حذاء. الضوء مشتغل مال البالكونة انا مو طفيته الضوء مشتغل. اندق الجرس يا ربي لا تفتح. اندق الجرس شرا سرا خليني في سرا انت افتحيها هاي المره. ليش افتحها خفاني؟ تعال راح افتحها انا مرت اللي خلص. انا اخاف انه بدي ما لا تطلعون صوت راح افتح الباب راح افتح الباب لا تطلعون صوت. مو بس سرا بس سرا هم ظالمه هم انا ظالمه ما يشتغل الضوء ما يشتغل. رب لا 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 اخت له بالغرفة بس بس غرفة مريم امينة بس غرفة مريم يجوز امينة اخت له بيها. صراحة بس اطلع بهذا الحجاب بالشارع. سرا البسي اي شيء على السريع. مريم لبستيه؟ يلا البس بس غيريها غيريها. ما يصير نبقى بالبيت لو دقيقة والله ما ابقى بدلوا على السريع. سرا وينك سرا؟ شكو شكو البسوا البسوا لك ايش بيكم البسوا البسوا طفيت الضوايات البسوا على السريع البسوا. بسم الله الرحمن. انكسر قلاص. اطلع برا اطلع برا اطلع برا اطلع برا اطلع برا اطلع 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 بابا البس البسوا 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 البسوا. والله بعد ما ارجع للبيت والله. تروحين امشي خلي نروح. والله ما ارجع بعد للبيت انا يهمني والله. يلا امشوا امشوا شوف لنا غير ديره امشوا صعدوا على الرصيف صعدوا. انا حتى هدوم ما جبت حتى شو دينا الفندق
امشي امشي خلينا نروح نختلف مكان. امشي 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 بهذا المكان ما ندري وين، بس هذا جامع. زين اجينا يم الجامع، خلينا ننتظر نشوف وين راح نروح سرا. جامع امن. انا حتى جعت والله العظيم جوعان، متت من الجوع. شنو رايكم نروح للشرطه؟ انت شلون تلبسين بجامه وتطلعين؟ شلون تلبسين بجامه وتطلعين؟ شنو تريدين؟ جوعانين يا ما خل اشوف ايش قد عد بجيب فلوس. سرا هاك عندي بس هذني، احسبيهن ان شاء الله يكفنن. هاي بس هاي بالقوصله مالتك؟ اي والله بس هذني. زين نرجع نجيب لنا فلوس وتعال. والله لو اموت ما اطب للبيت، والله لو اموت ما اطب للبيت. خل نروح نشوف وين هالشيكه. خل نروح نشتري نساتل. امشي على كيفك حبيبتي. يعني انت غير تجيب فلوس دروحك. احنا طلعنا من البيت مثل المخابي، لمينا اكل وفلوس. يعني احنا اكو واحد يطلع لي هسه محفظه. سرا لا شبيك، سرا شبيك، لا تخلينا نعيط، ما عندنا مكان نروح له. امشوا زين امشي، خلينا نرجع اخر مره للبيت. شي رجعنا للبيت، لا لا خلينا نرجع للبيت. لا 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 امشي العد. امشي الكاميرات ليش ما كسر هذا الشوفة؟ تليفوني ما بي شحن هواية، ما اقدر اشوف الكاميرات عليك بابا قدام العالم. فضحتونا شبيكم. ماركت تاخذ لون استلايه، لو ناخذ بسكتايه لو ما امشي لهذا الماركت الجو ناخذ كل واحد بسكت. سرى فلوسنا والله ما تكفي، والله ما عندنا فلوس. شلون اطبل الفندق واني ما عندي فلوس؟ شلون سباعوا علي؟ لا حد يشتري هوايه، فلوس ما عندنا، فلوس ما عندنا، فقط بسكت وعصير، بسكت وعصير. لا صغيره تسوي اي مش. يلا بلوا بسكت وعصير. يعني اكو واحد يطلع من البيت مش عايز محفظه فلوس لك بابا؟ احنا طلعنا مثل المخابي، يلا شلون اشيل فلوس انا؟ شو ما ذكرني. شنو قلتي سرا؟ سرا اخذي لنا من هذا البسكت نستل بسكت، اخذي لنا ما عندنا. والله اليوم ما اطبل البيت، والله العظيم ما اطبل البيت. وحده كل واحد وحده. ليش بابا بيتنا بيتنا ما منتهي احنا. يلا سرا اخذوا لا تشترون هوايه. اي ها كل واحد الى شربته وبسكت وعصيره. سرا اخذينا من هذا بقهوة باكثر وارخص حتى يكفينا اطول وقت. يلا تمام اخذي وحده. ليش والله فلوس ما عندنا، والله فلوس. تمام مريم اخذي لهذا بس هذا اخذي. امشوا للبيت، امشوا يا بيت ويا بيت. هذا يمكن راح ننام برا اليوم والله. قعدنا بمكان نروح ناكل. امشي. طلعنا من الماركت، وين الاكل مالتنا سرا؟ اعطينا نستل، اعطينا وحده. والله ميت من الجوع والله. نتحمل هذا غدانا هسه حلويات. اول مره نطب للماركت ونقتصد. والله انا من قبل يا جماعه كنت اسمع اصوات غريبه بالبيت مالتنا، واكثر من مره قايل لها السرا، اكثر من مره اقول لها السرا. زين بالليل من بالليل من ندق علينا الباب بنص الليل. اي والله والله دائما يا جماعه دائما احس اشياء اكو بالبيت، دائما اقول لها السرا، اقول لها دائما. والله طبعا سرا طلعت بدون هدوم، طلعت بس بالتراك سود هذا مالتها مال البيت، والله من الخوف. وهاي مريم باشر وراها مدرسه. شلون زين هسه احنا شو نسوي؟ ما اعرف شو اسوي والله ما اعرف. اي والله شلون يا جماعه لازم نشوف الكاميرات. سرا نشوف الكاميرات مال البيت. والله معايا اعطيني ماي، بس اعطيني ماي خل اشرب. اعطيني كات الطي حتى ماي نسينا نشتري. ها سرا الله يخليك. ها يا الهي هذا من هو سرا؟ هذا من هو؟ والله العظيم مو قلت لك سرا بيتنا مسكون. مو سرا مو قلت لك بيتنا مسكون. سرا والله انا هم يا جماعه شوفوا شو بدنا نشوف. شوف والله ما ارجع للبيت، خل اخابر على صديقي نروح نبات يم اهله بالبيت. بس يا صديقك يا بطيخ اروح البيت عنا مسافر بدون ملابس بس ما يصير. ما عندنا حتى حتى فلوس ما شايلين ويانا، حتى فلوس ما شايلين ويانا. خذ الشنطه وروح انت للبيت، خذ الشنطه. امشي خل نروح امشي. ها سرا شنو شفتي سرا؟ سرا شنو شفتي سرا؟ والله شخص دا اباوع يا جماعة، يعني كارثة والله العظيم. ما نعرف شنو نقول لكم. لا اله الا الله، لا اله. هي معروف عنها مسكونة هو يعني بيتنا بعد ما ينطبي لازم ندور على بيت همينة. الشرطة شو نقول لهم؟ والله ما اطب وياهم للبيت اني، والله ما اطب وياهم للبيت اني. لا تقولي لي راح تخوفيني بالزايد. بغرفة مريم
بغرفة مريم. ماما لا تشوفي، لا تشوفي، لا تشوفي هالشيء، لا تشوفي هالشيء سرى. اصبري اصبري في هالشيء، لا تشوفي هالشيء سرى. اصبري اصبري ما شوف. ان شاء الله ما يبوق من غرفة مريم شيء، ان شاء الله ما يبوق من غرفة. خلوا نروح للفندق. فلوس ما جايب فلوس، عندي فلوس بالقاصة بلكي باقي. وين القاصة؟ ما ادري بالبلكي بالغرفة ماتي بلكي باقي. راح باقي هسه، هذا باقي هنا شلون امشي؟ لازم نروح نلقى لنا مكان سرى. امشي للفندق، امشي. اقول لكم نروح للفندق، نقول له بالفندق نبات وندفع عن طريق الكارت، او او او, أو, أو نبات ونأمن يمه تليفون بالبيت. الكارت لعد معناها نقول له معناها او لا نقول نخلي التليفون يمه، نخلي التليفون يمه امانات بين ما نجيب الفلوس اليه. امشي امشي. طبعا يا جماعه هسه احنا بندور الفندق. زين، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة هذه الغرفة مال الفندق. زين سرى، هذا الفندق سرى. هنا أنا راح أنام سرى. شلون الغرفة كلش صغيرة، شنو تقولين مريم؟ النومها هناك بالقعة بصفنا. اطلع العد، وين النام؟ بالحديقة سرى. تعالي بابا بيتنا مسكون ما يصير، لازم هنا ندبرها. خلي نسأل، يجوز ما يقبل ندفع له عن طريق نأمن يمة تأمينات. قلت له بس قال روح شوف الغرفة وتعال. يلا اطلع 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 يا بابا. بسم الله عين مريم لا توقعين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة والله احنا أصعب يوم بحياتنا نقضي اليوم. قول لازم تدفع نقد لو بالكارت، واحنا اثنيناتهن ما عندنا. والله من وراكم انا شيء انا بيدي يقابل. ما حد يقبل ينومنا بالفندق يا جماعه. اطلعوا اطلعوا بسم الله يا رب. سرى خلي نرجع للبيت ونشوف شلون نحل، نخابر الشرطه شو يصير هسه. والله نخابر. سرى طبي الله يخليك. سرى لازم نرجع والله العظيم. بس اسمعوني بس اسمعوني، هنا أنا بالباب احنا بس نطب، ان شاء الله كل شيء ماكو، ان شاء الله كل شيء رايح. سرى نخابر الشرطة. تعالي وراي، امشوا وياي، بس امشوا وياي، امشوا. ما تعالوا تعالوا سرى. صلي على محمد بس، على كيف عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سرى صبر. لا سرى لا، بس اصبري لي، بس اصبري لي، بس اردك مريم. بابا لا تبكين مريم، بس سرى بس راح اجيب الفلوس من جوا وحتى نطلع نرجع للفندق. تمام الله يخليك. تعال صبر صبر بس صبر. الله الرحمن الرحيم. سرى طب على كيف، جيب الكيس، بس جيب الكيس سرى. جبيك فوت الكيس جوا، طب جوا. لا الظاهر ما موجود. اطلع يا طب طب بس طب بس ارد اقول لك على شغله، بس طب للبيت طب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه سرى خلينا ناخذ فلوس ونطلع برا البيت على السريع. يلا يلا بسم الله. سرى تدرين هذا من هو؟ هذا علي زوجك. هذا تعالي 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 تعالي. هذا علي زوجك. هذا يا علي يا علي. سرى هاي انا كنت بالكاميرا، من خرب حظي اذا صدق، خرب حظي اذا صدق. والله داشاقه، والله العظيم داشاقه، والله والله داشاقه. بس اصبري لي بس دقيقه سرى، بس دقيقه. ما تخوف كنت طبعا والله. شوف الكاميرا اللي بالبيت، شوف الكاميرا اللي بالبيت، خبطتني. شوف الكاميرا اللي بالبيت، شوفيها سرى. والله دا أشاقة وياكم، والله دا أشاقة وياكم سرى. أنا أعتذر من عندك ومن مريم، والله أشاقة وياكم، والله سامحوني، والله والله مو قصدي أخوفكم، والله العظيم والله العظيم والله مو قصدي. لا والله سرى دا أشاقة والله. لا مريم مريم سرى سرى. بس بس خلي اشرح لك، بس والله مو قصدي ابكيكم، بس بس دقيقه والله، بس دقيقه سرى، بس اصبري.
يا جماعة صدق زعلت من عندي سرى، احنا مرة دقت علينا الباب صدق وفتحناها لقينا ما حد ماكو، وسرى من ذاك اليوم وهي ومريم يخافون، وانا اخذتها فرصة وشلون راح اصالحهم ما ادري. انا راح انهي الفيديو، خلوا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس ودزوا الفيديو الاكثر عدد ممكن من اصدقائكم.